من كان يتكبر هو يقع، والذي يتواضع هو يرتفع. مين يجسر أن يأتي ويقول وحده وأمام الآخرين وأمام الله أنا خاطئ، اللهم ارحمني أنا الخاطئ؟ مين منا بيعمل هالشيء؟ كلنا خاطئون، الكبير والصغير، الغني والفقير. هذا هو الإنجيل يعلمنا هذه الفضيلة، فضيلة المسيحية بامتياز، التي ترافق كل الفضائل. شو هي الفضيلة اللي كل واحد إذا كان فعلاً مسيحي؟ التواضع، التواضع، أن لا يعتقد الواحد أنه هو شيء عظيم بالدنيا. التواضع وهذه الفضيلة مهمة، ليست فقط شخصياً، هي مهمة وطنياً، هي مهمة عالمياً. اليوم الإنسان يسعى كل ما في وسعه، ولكن في النهاية يتكل على الرب الذي هو خالقنا. نحن منا رحمة الله،